الوقت مرحبا بكم كاملين في فيديو جديده ديال قناتكم شوشو شانيل. شوفوا هذا المنظر اللي مرايا. انا في الوحيد ديال مراكش كنتابعوا الرحله ديالنا في مراكش او سلسله فيديوهات ديال مراكش. انا دابا في اسمي هذا الفيلاج مرايا، دابا تشوفوا لي ديتاي كاملين. دونك خليكم على فيديو. هذه الرحله ما مشيتش فيها غير اسمي وبزاف النواحي كاملين، غتشوفوهم كاملين معايا في فيديو اسمي ان شاء الله. امليل مولاي ابراهيم تحنا وتسامصلوح. المهم هاد النواحي اللي في مراكش، سبحان الله مراكش دايره بمناطق زعما مزيونين بزاف، بالجبال وديك الشيء منظر فيها مزيون ومناظر فيها مزيونين بزاف. غتشوفوا معايا كل شيء في هاد لا فيديو ولا لي فيديو اللي ماشي. الوغ شو شوات كما كنقول لكم دائما كنهضر لكم على المنطقه هي الاولى. اليوم غنديكم معايا الاطلس اسني اولا اسني الفيلاج اللي كاين على 76 كيلومتر من مراكش، في الحافه ولا في القاع ديال جبل توبقى ولا الجبال ديال الاطلس الكبير، جاي في التحت الجبال ديال الاطلس الكبير ما بينه وبين مراكش 76 كيلومتر. والطريق اللي لها هي معوطه. الناس اللي كيعرفوا مولاي ابراهيم، راه مولاي ابراهيم على اليمين وهو كاين على الشمال ما بين امليل ومولاي ابراهيم، نقدروا نقولوا هيدا ما بين امليل ومولاي ابراهيم. السوق ديالو كيكون نهار السبت، وانا جيت له ايفيكتيفمون بالسبت. غتشوفوا معايا السوق، غتشوفوا معايا كلشي ان شاء الله في هذا الفيديو غنساريكم معايا. بالنسبه للطريق مزيانه، تقدروا تمشيو حتى في ترونسبور اون كومون ولا ديك النقل المزدوج. ايوا هادشي اللي كاين. دونك خليكم على الفيديو باش نديكم معايا الاسني. هادي هي الدخلة ديال السوق، هاد القوس هذا هو هاد الدخلة ديال السوق. صورة دجيجات ما تخلعهمش يا نور. غطات لك شعرك وعرات لك الشيء الاخر. هيا هاد الحمار ديال الناس في المنطقة اللي كيجيو يبيعو شي حاجة، كيجيو هنايا كيوقفو هنا. دابا حنايا من الجهة اللورانية ديال السوق، السوق هو فين خليناه، هادي الكورنا، وهنايا كاينة هاد القنطرة هادي اللي كتدي للفيلاج، الفيلاج ديال أسني راه هو. هنايا كما كتشوفوا الناس ديال المنطقة كما قلتلكم كيجيبوا الحميرين ديالهم كيوقفوهم. وهنايا شوفوا ما شاء الله المدايز هواد من تبقى الإمليل وديك الشي هواد الما هنايا. حنا دابا فوق القنطرة هاهي، شفتوا على المنظر. وهاد الماء كيكون نورمالمون صافي، ولكن دابا كيكون هيدا قهوي، كتكون الشتا طايحه في الجبل الفوق، كتكون الشتا طايحه. راه لاحظتوا له الغيام وديكشي، كتكون الشتا طايحه الفوقي داكشي علاش هيدا نور. غنصورو هنايا هاد الجهه، شفتوا الفيلاج راه فين معلق كاين. السوق ديالو ها هو اسني، كيكون نهار السبت، السبت اسني. لا كنقول لهم فرحنا، لا كنقول لهم الرجلين فيهم. دابا في اي سوق تقليدي كتكون الكورنا فين كيذبحوا، والمطاع فين كيبيعوا هيدا اللحام العلاوات الكرشات وديك الشيء الريوس وديك الشيء، وكتكون هي هادي عامله بحال هيدا. عندهم حوينيتات واللورنيات على اش كينزلوا، وكينزلوا الحيمه ديالهم.
كيوصلوا من هنايا حتى الحوت، بحال دابا هنايا المناطق الجبليه ما كيكونش فيها الحوت بزاف، ما كيكونش فيها الحوت، باش ما كيكونش فيها الحوت بزاف كيوصل حتى لنهار السوق، يعني نهار السبت بحال هنايا في السبت الاسنين كيكون كيجيبوا حتى الحوت، ما هيدا من الصويره اسفين نواحي الصوت الحوت هنايا كيكون مزيون ديال الصويره مزيون اسفي عاود كيبيعوا حتى الحوت في هذا المطاع هذه، يعني ماشي كيبيعوا غير اللحم بوحديته، الحوت والزرنور الحوت والدجاج ولا دا بيبي واللحم كلشي. وهنايا كيف كتفوتوا الكورنا ولا المطاع فين كيبيعوا اللحم كاينين هادو اللي دخاخن ما غيبان لكم والو، كاينين هادو اللي كيعملوا هنايا الشوا كتشريو من هذا اللي بغيتو بحال السوق بحال الاسواق التقليديه ده. الاسواق المغربيه كاملين كيعملوا اسواق اسبوعيه، كيكون المطاع ديال كيكون المطاع فين كتباع اللحم وكتكون حداه المطاع هادو اللي كيشويو وكيكونوا حتى اللي كيعدلوا الطواجن هما اللي كيبيعوا الخضره، كيكون كلشي كاين حيت السوق الاسبوعي كما كنت قلت لكم في السوق في الفيديو ديال سوق السبت ديال مرس الخير اللي في الرباط، كنت قلت لكم ان السوق الاسبوعي الناس ديال المناطق كاملين اللي دايره كيهودوا باش خص يكون فيه كلشي، علاش حيت ديك الناس كيبغيو يقضيو الاغراض ديالهم كاملين نهار اللي يجيو للسوق عاد ديك الساعه انت كيمشيو حيت كيكون السوق مره واحده في الاسبوع. ها الخضيره كلشي هنايا كاين عاود هادو كيعملوا الطويجنات، واحد الطاجين حنا عندنا كنا شريناه هنايا موجود شريناه طايب به بالطاجين ديالو يعني هذا ديال التراب الغيسيبيون وباقي عندنا لحد الان كيبقاو كيكونوا مزيونين وصحاحين. هادو الطويجن هذا شفتوا هادو كيبيعوا هنا الطواجن من مور هذا الشيء، اجي نرجعوا نجربوا باش ما نبعدوش على ماما وبابا. فوالا هذه هي هذا هو السوق، طبعا السوق ما كنقدرش نصور لكم كلشي حيت ما كنقدرش نصور لكم كلشي حيت كيكونوا الناس هيدا وهذا ما كنبغيش نصور الناس كاملين داكشي حيت السوق عامر راكم عارفين الناس هنايا في النواحي ديال المدن اولا في البوادي كيكونوا شويه ما كيطوليريوش يتصوروا الكاميرا وداكشي. ها هنايا مطحانه ولا اش كتسمى المطحانه كانوا طاحونه فين كيطحنوا كيجيبوا ناس الصرع ديالهم هنا كيتطحن الماكينات وكلشي كاين. واحد الاضافه في السوق ما غايجي كلشي تجوع، ها انا ونور شينا ورشنجه ديالك شينا شفنج بالحق سهال هذا كان كيتباع 50 فرانك 10 ريال دابا باع لنا بدرهم الوحده. نور عجبك الشفنج؟ اه زوين. كاين هذا من كيبيع التراب توجنا ديال التراب التصيعات، كاينين اللي التراب عاديين وكاينين اللي مزلجين مجمرات زلانو خاين صور توجنات هادو مزيونين كيكونو غارقين. سمحني كنهضر معكم في امي عمر بصح انا كل الشفنجة ديالي هنايا كاين حتى هاد البردعات اللي كيعدلوهم بهذا كريسيات الشاشيات مزيونين هادو لي بويط. كاين هنايا حتى الحجم الماتيريال ديالو هذا اخرين كيحجمو للناس كيحسنو للناس مقدرش نصور لكم صور لكم هذا اللي خاوي. مسكينة شكون هذا ولدك؟ مسكين باقي ستاتوتينا متخافشي متخافشي البقوصة كيلعب زناديم لبيل هذا
مسكين الحبيبة. Thank you.